اجتمعوا وانفضوا وذهبت ريحهم. اجتمعوا هناك في العاصمة الكازاخية نور سلطان التي تستضيف الجولة 13 من مباحثات أستانا التي اخترعتها روسيا، هزيمة جديدة تضاف لسجل معارضة تدعي تمثيل شعب لا تتحدث باسمه. واجهوا النظام وأعلنوا موافقتهم على هدنة راح ضحيتها قتيلان من الأطفال في جسر الشغور بإدلب بعد ساعات من إعلانها. عن أي هدنة يتحدثون؟ وميليشيات أسد ذاتها قالت لا هدنة دون انسحاب الفصائل 20 كيلومترا عن الجبهات مع سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة منهم. تدعمهم روسيا بهذا المقترح عبر مبعوث رئيسها إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف. قالها الرجل باختصار: لن ينعم من أسماهم المسلحين بالهدوء في إدلب طالما نحن موجودون. ما يعني ألا هدنة إلا في قاعة الاجتماع هناك في نور سلطان. في تلك القاعة أيضا تحصل المزيد من الفضائح، توصيف اعتمده ناشطون رافضون لكل ما يجري فيها. كل ما يجري يوقع بدماء السوريين، مباحثات لم يحضرها بيدرسون، وأصر معارضون على حضورها رغم استمرار قصف الميليشيات للمدنيين في مناطق اتفقت نسخ سابقة من الاجتماع نفسه على تسميتها مناطق خفض تصعيد. يريدون مناقشة 3 ملفات أبرزها المعتقلون، التصعيد في إدلب واللجنة الدستورية. بوادر الفشل لاحت على أول 2 ليكون التأجيل مصير الثالث بعد ترحيله إلى اجتماع الدول الضامنة الذي ستستضيفه أنقرة في وقت لاحق. بعد 2 من المباحثات إذن تختتم هذه النسخة ببيان هزيل أو هكذا سيكون. لن يأتوا بجديد بعد نسخ متوالية من الفشل لمسار اخترعته روسيا ليكون بديلا عن مسارات أممية أبرزها جنيف. ليس جديدا أيضا أن هيئات المعارضة ما زالت تثبت فشلها فيه كممثلة عن الشعب، وأن ميليشيا أسد وروسيا مستمرتان بإجرامهما طالما لا حسيب ولا رقيب يسأل ما الذي تفعلانه بحق هذا الشعب؟